الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن القصص التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه قصة أصحاب الفيل. قال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أيها الإخوة المؤمنون، فما سبب هذه القصة؟ وما جرى لأصحاب الفيل؟ سبب هذه القصة أنه كان على اليمن ملك نصراني ملأ الحقد قلبه والغيظ نفسه على الكعبة المشرفة، فغاضه أمر الكعبة المشرفة، يقصدها الناس من كل صوب وحدب للحج منذ أن بناها إبراهيم عليه السلام، فأراد أن يحول البشرية من الكعبة إلى اليمن، فبنى كنيسة ضخمة تضاهي الكعبة المشرفة، وراسل رؤساء وأمراء العرب أن يتوجهوا ويحثوا الناس للحج للكنيسة، فما فعل أحد. وجاء عربي أخذته الغيرة على الكعبة المشرفة وقصد الكنيسة ولطخها بالعذرة والقاذورات، فبلغ الخبر أبرهة الأشرم هذا الملك، فبلغه الخبر وغضب غضبا شديدا وعزم على هدم الكعبة المشرفة، وجهز جيشا جرارا معه الفيل، فقصد واتجه نحو مكة المكرمة وما يعترض سبيله أحد، قوة ضخمة. فلما بلغ بعد مدة إلى وادي محسر قريب من مكة المكرمة فحبس الفيل فضربوه وما تقدم قدر أنملة، وجرحوه وما خطى خطوة، يوجهوه
يوجهوه إلى كل وجهة يسرع ويمشي ويجري ويتحرك. فإذا ما وجهوه إلى الكعبة المشرفة توقف ووقف، فماذا يفعلون؟ يعطيهم الله العبر والإشارات إلى أنكم تقدمون على أمر خطير، تقدمون على هدم بيت لمن هذا البيت؟ لله رب العالمين. فتركوا الفيل وتوجه الجيش لهدم الكعبة. أمرهم أبرهة الأشرم لهدم الكعبة المشرفة، أمر سفلي، أمر أرضي، أمر بشري. فإذا الله يصدر أمره المطاع النافذ من فوق سبع سماوات، لمن أصدر الأمر؟ للملائكة؟ لا. لجبريل؟ لا. أصدر أمره لطيور، وللطيور تطير في الجو، على كل طير أن يأخذ حجرة في منقاره وحجرتين في رجليه، وكل حجرة مكتوب عليها اسم الجندي الذي ستسقط عليه الحجرة. طائرات من شكل خاص، طائرات من نوع خاص، كل طائرة تحمل ثلاث قاذفات من صنع الله. فإذا الطيور أبابيل تغطي الجو وتتحكم في الجو، والجنود تحتها وترسل القاذفات، كل حجرة تسقط على جندي من فوق رأسه إلا وتخرج من دبره، فيسقط مغشيا ممزقا، ممزق الأطراف كأنها قنبلة نووية، سلاح يفتك الجسد ويمزقه. كل الجنود الذين شاركوا وعزموا على هدم الكعبة المشرفة قتلوا في هذه المعركة إلا قائدهم أبرهة الأشرم الزعيم، ففر وهرب وأصدر الله أمره لطير أن تقذفه بقاذفة حجرة معينة من سجيل فتسقط على رأسه ولا يقتل في المعركة، بل سيحمل هذه الحجرة إلى أن يعود إلى بلده اليمن فيقتل ويموت هناك، ليكون عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتدي على حرمات الله، يكون عبرة لمن يعتدي على شعائر الله، لمن يعتدي على المقدسات الإسلامية. فالله له بالمرصاد، إن بطش ربك لشديد. فالعرب كانوا ضعافا، ما كانوا يملكون قوة ولا سلاحا، ففروا إلى الجبال ليحتموا بها
وعبد المطلب ترك قولة مشهورة حينما دخل على أبرهة الأشرم فقال له: إنك أخذت إبلي فأرجع ورد إلي إبلي. فقال له أبرهة الأشرم: عجبت من أمرك، اعتقدت أنك ستطالبني بالرجوع عن هدم الكعبة التي هي دينكم وعقيدتكم، فإذا بك تطالبني بإرجاع الإبل لك. فقال له عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. فحماه الله، وسجل الله هذه القصة وهذا الحدث في هذه الصورة الماتعة. ألم ترى كيف، ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم السوء الذي يدبرونه في الخفاء لهدم الكعبة المشرفة، ألم يجعل كيدهم في تضليل، في ضياء، يدبرون أمرا والله يضيعه لهم. وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول، أي كالنبات والزروع التي تأكله، الذي تأكله البهائم، فما تبقى منه فيداس بأقدامها. هكذا فعل الله ما يقع للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان، فنتأسف ونأسف ونحزن، ولكن الله يدبر، وهو المدبر سبحانه وتعالى. المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فنأخذ من هذه القصة وهذه الصورة أن الله عز وجل إذا أراد شيئاً